أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، هذا خبر من الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم كما أنزلنا عليك ما سبق من قصص وبينا لك عواقب الصالحين والمفسدين. كذلك أنزلناه أي هذا القرآن العظيم قرآنا عربيا، وكان المفروض أن العرب يفرحون بذلك ويصغون ويسمعون ويستمعون لأنه بلغتهم، لو كان بلغة غير عربية قد يعتذرون أو يجدون عذرا. وقالوا أعجمي عربي، لو كان أعجميا لقالوا أعجمي هو عربي، ولكن الله عز وجل لحكمه العالية جعل كلامه القرآن الكريم كتابه الأعظم الناسخ للكتب السابقة الإنجيل والزبور والتوراة، هذا كتاب أنزله بلغة عربيا فصيحا صريحا. وهكذا أنزلناه قرآن عربيا وصرفنا فيه من الوعيد، بين ماذا؟ أنواع الجرائم، أنواع الذنوب، أنواع السيئات، وأنواع الجزاء وضروب الجزاء بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة، والقرآن مليء بهذا وتقدم. صرف فيه من الوعيد بين فقط، لو نمضي إلى أصحاب النار ماذا قال عنهم؟ طعامهم الزقوم، شرابهم الحميم، كيف حالهم؟ لباسهم ماذا؟ القطران، بقاؤهم خلود أبدا لا يخرجون أبدا، لا يموتون فيها ولا يحيون بحال من الأحوال. وصرف من الوعيد ما شاء أن يصرف، لو كان البشر يصغون إلى كتاب الله ويستمعون ويعملون بما فيه، لأن الله ما أنزله إلا رحمة للعالمين وبشرى للمؤمنين. ورسول الله الذي أنزله عليه قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فما أنزل كتابه إلا رحمة للعالمين، بين فيه سبل الهدى وطرق الخير والسعادة والكمال، وبين ضد ذلك طرق الشر والبلاء والعذاب والخسران، موضح مبين أيما توضيح في القرآن الكريم. هكذا يقول تعالى وقوله الحق وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد، والوعيد الشديد ما توعد الله به أهل الفسق والفجور والكفر والشرك والظلم،
خزي الدنيا وعذاب الآخرة. لما فعلت يا رب ذلك؟ قال العلة فيه لعلهم يتقون. صرفنا في القرآن من الوعيد ما صرفنا رجاء من أجل أن يتقوا يجعلوا بينهم وبين عذاب الله وقايا، أن يتقوا خسران الدنيا وخسران الآخرة لعلهم يتقون عذاب الله لا ينزل بهم في الدنيا ولا يحلون فيه في الآخرة، لعلهم يتقون الذل والهون والدون في الدنيا والخزي والعذاب في الآخرة. معاشر المستمعين، ومرحبا بكم أجمعين وبالزائرين خصوصا، كلمة في التقوى ما تنسوها. أهل الحلقة زادهم الله نورا هم على بصيرة، ولكن زوارنا الكرام يعودون إلى ديارهم وهم يتحدثون بهذه الكلمة، وهي الناس والجن صنفان، أولياء للرحمن وأولياء للشيطان، وإن شئتم حلفت لكم بالله. دعنا من الجن لأنهم في غيبة عنا، نحن بني آدم بالخصوص صنفان، أولياء للرحمن وأولياء للشيطان والله العظيم. وإن كانت الولاية درجاتها تتفاوت، عبد القادر الجيلاني فوق الأولياء الذين عاصروه، أبو بكر الصديق فوق أصحاب رسول الله، الولاية تتفاوت. وضربنا لذلك مثلا بمراتب القادة في الجيش، أعلاهم جنرال أدناهم عسكري مثلا، أليس برتب وإلا لا، متفاوتة وإلا لا، بحسب العمل وإلا لا. فكذلك أولياء الله، كلنا أولياء الله إلا أن درجاتنا تتفاوت بحسب صدقنا وإخلاصنا وعملنا وصيامنا وصلاتنا. أولياء الله، اسمع خبر الله عنهم واحفظه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا يوم القيامة. هذا بلاغ من الله ولا لا؟ مفتتح بكلمة التنبيه، ألا، ألو، اسمعوا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا من أوليائك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من أوليائك يا رب العالمين. من هم أولياء الله؟ هو الذي بين لنا. لو قال هذا وما نزل قرآن نقول الرسول من هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون. فالله تعالى أجاب بنفسه فقال في بيان أوليائه، الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل مؤمن تقي هو لله ولي، كل مؤمن فاجر فاسق ما هو بولي، كل تقي مستقيم غير مؤمن والله ما هو بولي. لا بد لتحقيق الولاية من شيئين: الإيمان الصح الحق والتقوى. كل مؤمن تقي هو لله ولي، إذ قال تعالى في البيان الذين آمنوا وكانوا يتقون، كانوا طول حياتهم يتقون. يتقون ماذا؟ عذاب الله، سخط الله، غضب الله. يتقونه بماذا؟ بالثياب، يعني بالشمسية، بالحصون،
بالكهوف يدخلون فيها، بما يتقون الله؟ يتقونه بشيء واحد، بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. من أطاع الله ورسوله اتقى، جعل بينه وبين عذاب الله وقاية عظيمة، لا يصل إليه العذاب ولا ينتهي إليه أبدا. آمين. وأخرى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه بشروا هنئوا من ظفر بها، إذ فسر النبي صلى الله عليه وسلم البشرى هذه فسرها بالرؤيا الصالحة، يراها العبد الصالح أو ترى له، فالذي رآها هنيئا له، والذي رؤيت له هنيئا له، والذي ما زال مثلنا ينتظر ينتظر، وباب الله مفتوح نسأله الليل النهار ألا يتوفانا حتى يبشرنا. إذن ولاية الله بما تتحقق يا أبناء الإسلام؟ قولوا بالإيمان والتقوى. كل مؤمن تقبه ولي، هذه خطوة أولى. من أراد أن يكون وليا لله فليؤمن وليتق الله. كذا يبقى السؤال، الإيمان معروف تصديق الله فيما أخبر به وأخبر به رسوله، وأما التقوى ما هي؟ عرفنا أنها طاعة الله ورسوله. فيما الطاعة هذه؟ هنا ينبغي أن نتعلم. طاعة الله تكون بفعل محابه وترك مكاره. الذي يحبه الله من الاعتقاد والقول والعمل والصفة والذات نحبه بحب الله تعالى، ونجاهد أنفسنا الكارهة حتى تحبه، حتى نوافق ربنا فيما يحب. هذه الخطوة الأولى. ثانيا أن نكره ما يكره الله عز وجل. لو بلغني أن ربي يكره أمي والله لكرهتها، يكره أبي والله لكرهته، يكره ابني لكرهته. إذ لا تتحقق الولاية إلا بهذا، بحب ما يحب الله وكره ما يكره الله. وهنا يجب أن نجتمع على كتاب الله وسنة رسول الله في بيوت الله، في بيوت أولياء الله، في أماكن واسعة فسيحة للقاء المؤمنين، ليتعلموا محاب الله ومكارهه. وإن قيل لنا إن هالما بجزاء وأقواق أو جبال تبت، والله يعرف ما يحب الله وما يكره الله، وما وجدنا غيره يجب أن نمشي إليه ولا لا؟ والله يجب أن نرحل إليه إن كنا صادقين في أن أولياء الله هم المؤمنون المتقون، وأن التقوى تكون بحب ما يحب الله وكره ما يكره الله. أما أن تعيش في المدينة النبوية، تعيش في مكة المكرمة، تعيش في كذا في كذا في العالم، وأنت لا تعرف من محاب الله مجموعة، لا تعرف من مكاره الله شيئا، كيف تصبح ولي الله؟ والله ما يجوز ولا يصح. لا بد من معرفة ما يحب الله وما يكره الله من الاعتقادات، الاعتقاد فيه الصحيح وفيه الباطل، فيه الصح وفيه الفاسد، من الأقوال والكلمات، من الأفعال بالذوات والجوارح، ومن الصفات والذوات أيضا. نحن بلغنا أن الله يكره أبا جهل، يجب أن نكره معه ذات من الذوات.
إذن لا بد من الاجتماع على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أن يتعلم المؤمنون محاب الله ويعرفون كيف يؤدونها. أنا أعرف أن الله يحب الصلاة، أحب الصلاة، كيف تصلي؟ يجب أن تتعلم كيف تصلي. أنت عرفت أن الله يحب بر الوالدين، يجب أن تعرف كيف تبرهما، ما معنى البر، كيف يتم، فلا بد من المعرفة. عرفت أن الله يكره ماذا؟ يكره العور والفجور، يجب أن تكون على علم أن العور والفجور يكرههم الله عز وجل، فلا زنا ولا لواط ولا قبح ولا أطيل، ويجب أن أطيل. يا من يريد أن يكون ولي الله اعلم أنه يجب عليك أن تؤمن وتتقي، ثم بعد ذلك تتقي. كيف تتقي؟ تتقي مساخط الله وعذابه وغضبه، وذلك بفعل ما يحب وكره ما يكره، بفعل ما يحب وكره ما يكره وترك ما يكره. الذي يكره الله يجب أن نتركه وأن نكرهه. جماعة مجتمع على الباطل والغيبة والنميمة والكذب والباطل، هذا المجلس يحبه الله؟ يجب أن تكره ويحرم أن تجلس فيه. مجلس فيه الشركيات والبدع والضلالات مما يسخط الله عز وجل، هل يجوز أن تجالس وتجلس معهم؟ لا يحل أبدا. وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وذكرهم وغرتهم الحياة وذكرهم أن قبلها يقول تعالى فلا تقعد معهم. من يذكر الآية؟ نعم. وإذا سمعت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم إذا كان سمعتم وجلستم. أردت أن أقول من الليلة ما نجتمع مع أهل الباطل حتى شاشة التلفاز وما تمليه وتصبه من تلك الصور والدماء والباطل والشر حرام أن نجتمع عليه مع أبنائنا أو بناتنا أو إخواننا. وهكذا يقول تعالى صرفنا في القرآن من الوعيد، لماذا؟ لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا، يحدث لهم في نفوسهم عظات وعبار لما يشاهدون ما في القرآن ويسمعون، ينفعلون انفعال جديد ويتركون الباطل ويتخلون عن الحرام، يحدث لهم عظة وعبا، ويحدث لهم شرفا أيضا ومكان عند الله. هكذا يقول تعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. الذي يصغي إلى القرآن وهو عربي يسمع لا بد وأن يتقي الله وأن ينصرف عن الباطل والشر، إذ يحدث له ذكر في نفسه. ثم قال تعالى فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق. تعالى عن صفات المحدثين، فهو عز وجل الرب الأعظم الملك الحق، لا تشبه كائناته في شيء، فكيف يكون له الولد؟ كيف ينسب النصارى عيسى ومريم إلى الله عز وجل؟ كيف ينسب المشركون عرب الملائكة يقول بنات الله؟ كيف ينسبون العزي واللات وعروة ومنات ويقول هذه آلهة مع الله؟ تعالى الله عن كل نقص، تعالى الله عن كل ضعف، تعالى عن كل
ما هو غير كمال، فهو عز وجل متعالي وهو الملك الحق الذي يملك كل شيء، الملكوت كله بيد الله ولا مالك فيه إلا الله، وهو الذي يعطي ويمنع ويعز ويذل، يرفع ويضع، إذ هو الملك الحق. وما عداه فحرام على البشر أن تقبل على المخلوقات وتجلها وتعظمها وتخر ساجدا لها وتترك الله عز وجل الملك الحق. فتعالى الله، تقدس، تنزه، ترفع على عرشه، استوى وهو الملك الحق، لا الملك المدعي الملك فقط أو الملك بالباطل، الملك الحق. كيف ثبت هذا؟ شاهد الكون كله، من يملكه؟ هذه البشرية وهذه الأجيال وهذه الدنيا كلها من مالكها؟ هو الذي يعطي ويمنع ويعز ويذل ويحيي ويميت، هو الملك الحق. فتعالى الله الملك الحق، تعالى عن اللهو والباطل والعبث كما يدعي المشركون والخرافيون. ولا تعجل بالقرآن يا رسولنا، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى لك وحيه. أولا لحرص النبي صلى الله عليه وسلم وشدة رغبته في كتاب الله، إذا نزل جبريل بالصورة أو بالآيات يحاول أن لا يفارقه جبريل حتى يحفظها، فرحمة الله به ولطفه وإحسانه إليه قال لا تحرك لسانك به، لا تحرك لسانك لتعجل به، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إنا علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. هذا إفضال الله على رسول الله. تعرفون أن جبريل لما ينزل بالآيات الرسول يتلقاها، كيف يستطيع يتلقاها؟ جرب أنت، ولا خمس آيات والله ما تستطيع. لو نقول لك الآن خمس آيات تحفظها مستحيل، فكيف الرسول يأتي جبريل بصورة كاملة ويفارقه وقد حفظها؟ فلهذا كان يحرص على أن لا يفارقه جبريل حتى يكون قد حفظ الآيات. فرحمة الله به قال له تعالى من سورة القيامة ولا تحرك به، أي بالقرآن، لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه في صدرك وقرآنه، فقط أصغي اسمع حتى يفارقك جبريل وتجد القرآن في صدرك. فهمتم عني ولا لا؟ لو أن الآن نقرأ آية تحفظونها ما يمكن أبدا، فكيف إذا آيات؟ فمن أراد أن يحفظ يحاول يرد لسانه ويكررها لعله يحفظها. فمن ثم نزل قول الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به، أي بحفظه، إن علينا جمعه في صدرك وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. وهنا قال تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وهنا للآية معاني، المعنى الأول عرفتموه، والثاني ولا تعجل بالقرآن أي ببيان ما فيه قبل أن يأتيك البيان من الله. تبهتم؟ بدليل وقول رب زدني علما. وورد عن الحسن البصري أن امرأة وسماها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله زوجي صفعني في وجهي أطلب القصاص منه، فأذن لها الرسول في القصاص. وجاءت الآية الكريمة الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قائلة قال
فاضربوهن، واللاتي تخافن فاضربوهن الآية. إذن فنزلت هذه الآية وقال رب قرب زدني علما، اطلب العلم وألح على الله واسأله أن يزيدك العلم. وفي هذه فضيلة عظيمة، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره الله أن يسأل العلم، ربي يا ربي زدني علما، فكيف بغير رسول الله يتعلم مسألة ومسألتين يدعي أنه أعلم الناس؟ هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما صدر منه بيان ما هو ما وافق الله عليه ما أراده، فأنزل الآية الكريمة وبين له. إذن ولا تعجل بالقرآن سواء بحفظه أو كتابته أو إملائه على الكتب من رجاله أو في بيان ما فيه من معاني، لا تستعجل، تأن وتأمل حتى يأتيك البيان وتصبح على علم في ذلك. وقل رب زدني علما، اسأل الله تعالى أن يزيدك العلم. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما. تعرفون أن العلم بمثابة ماذا؟ النور، وإلى لا؟ والماشي في الظلام يصل إلى غايته، والماشي في الضوء والنور يصل، وإلى لا؟ العلم العلم العلم، ليس فوق العلم شيء إلا الإيمان فقط. الإيمان بمثابة الروح، والعلم بمثابة النور. وقل رب زدني علما، أي يا ربي زدني علما. وقوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، هنا تسلية لرسول الله والمؤمنين المتألمين من كفر الكافرين وفسق الفاسقين وظلم الظالمين. يقول تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، من آدم يرحمكم الله؟ أبونا، أبونا آدم الذي خلقه الله من الطين، خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه، آدم سيد البشر وإمامهم. آدم لما أمر تعالى الملائكة أن يسجدوا له، وصدر أمر الله إلى الملائكة أن يسجدوا لآدم بعدما تم خلقه وأصبح يعي ويفهم ويتكلم، قال الملائكة اسجدوا، فسجدوا سجود تحية لا سجود عبادة، سجود تحية وإجلال وإكبار. إبليس عبد الحارث أبو مرة، أو الحارث اسمه الحارث، الحارث أبو مرة تكبر وقال لن أسجد لآدم، وادعى أنه بالمنطق وبالقياس ما يصح السجود، لماذا؟ أنا مخلوق من النار وهو مخلوق من الطين، أينا أشرف أو أسمى، النار إلى الطين؟ هذا القياس قالت العلماء فاسد فاسد فاسد، والله فاسد. بدليل ماذا؟ أيهما أنفع، النار إلى الطين؟ قولوا، الطين يخرج العنب والتمر والبطيخ والفواكه والحبوب، والنار ما لا تخرج تحرق، ولا لا؟ فهو قياس باطل فاسد. قال خلقتني من نار وخلقته من طين، بمعنى أنا أشرف وأفضل، فلذا لا أركع له ولا أسجد. ومن ثم عهد الله إلى آدم وحواء معه، ولكن كما علمنا أن من الأفضل ألا نذكر النساء في مجالسنا، والنساء تابعات لنا، لما نقول أيها المؤمنون، المؤمنات داخلات في هذا، ما في حاجة إلى ذكرهن.
لكن أقول مستمعات أيضا لأنهن يستمعن حتى ما يهربن من الدرس. الشاهد عندنا عهد الله إلى آدم أن لا يأكل من الشجرة الفلانية، شجرة ظلها مسيرة 500 عام في الجنة، هذه الشجرة يا آدم ويا حواء لا تأكلان منها. إذن فوسوس لهم الشيطان وقال هذه الشجرة إذا أكلت منها يا آدم لن تموت أبدا، إذا أكلت من هذه الشجرة لن تموت ولن تشقى ولن تتعب ولا أبدا. فنسي آدم العهد الذي بينه وبين الله، ما ندري الزمان والفصل كم. والنسيان يصح أن نقول نسي بمعنى النسيان أو نقول نسي بمعنى ترك، ولا حاجة إلى عدم النسيان لأن عدم المواخذة على النسيان فازت به هذه الأمة فقط، وإلى الأمم الأخرى كانوا يواخذون بالخطأ وبالنسيان، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. من منكم يحفظ هذا الحديث؟ خير له من 1000 ريال يعود بها إلى بيته. من حافظون له قولوا من قبله هنيئا لكم، لكن يوجد من لم يحفظه. عوف عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الخطأ أراد أن يضرب غزالة ضرب آدمية، يدخل النار ما يدخلنا، يعطي الدية يصوم لكن ما يدخلنا لأنه متعمد، أراد أن يقول كلمة حق قال كلمة كفر ما يواخذ خطأ. النسيان نسي، ماذا عليه الظهر العصر نسي ما صلىهما، هل يواخذ بالنسيان؟ ما يواخذ. وما استكره عليه، إذا هناك ظالم جبار أكرهك أن تسب الله ورسوله والحديث في يده مكره، أعطيهم كما قال رسول لي صعيب لي ياسر أو بلا عمار، أعطيهم يا عمار، كانوا العصي في يديهم والسيوف والضرب كذا، ويقول سب محمد كذا، يمر به الرسول ويقول له أعطيهم صبرا يا آل ياسر أعطيهم يا عمار. ونزل في هذا القرآن الكريم في قولته إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومستكره عليه. آدم نقول نسي ووخذ وعاتبه ربه، وإلا لا عاتبه. إذن ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما أي صبرا وقوة. ومعنى هذا أن الإنسان هذه طبيعته، الإنسان يعجز ما يصبر، يعجز يتعجل كذا، لأنه مخلوق على هذه الهيئة. ما بيننا معصوم إلا من عصمه الله من أنبيائه ورسله فقط حتى لا يقلدوا في المعصية. لما عصم الله الأنبياء؟ لأنهم إذا فعلوا المعصية يقلدهم منها السنة، فعل رسول كذا، فمن ثم كان الله يحفظهم ما يقع الرسول في معصية أبدا، الله يعصمه. فآدم عليه السلام نسي العهد وواخذه الله تعالى كما سيأتي في آيات الغد، حيث أخرجه من الجنة. هذا الحديث يأتينا غدا إن شاء الله، والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا
بيان الحكمة من إنزال القرآن باللسان العربي ما هي تصريف الوعيد فيه. بيان الحكمة من إنزال القرآن باللغة العربية وتصريف الوعيد فيه وهو أن يتقى الله، من أجل أن يعبد الله ويتقى فلا يعصى. نعم. ثانيا إثبات علو الله تعالى وقهره لعباده وملكه لهم وتنزهه عن الولد والشريك وكل نقص يصفه به المبطلون، وذلك لأنه قال فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو، فلا معبود سواه، فلا يصب النقص أبدا، صفاته كلها كمال، وحسبنا أن يكون الملك الحق الذي بيده كل شيء، فكيف يحتاج إلى زوجة وولد أو شريك ونظير. نعم. ثالثا استحباب التريث والتأني في قراءة القرآن وتفسيره وإصدار الحكم والفتيا منه. أعد لنا. باب التريث، استحباب التأني والتريث في قراءة القرآن وتفسيره وفي تفسيره وإصدار بيان الحكم منه. ما يستعجل الإنسان، هذا الرسول استعجل ما أصاب، فكيف بنا نحن؟ لا بد من التريث والتأمل والتبصر حتى تقول الحكم كذا وكذا. رابعا الترغيب في طلب العلم والمزيد من التحصيل العلمي وإشعار النفس بالجهل والحاجة إلى العلم. الترغيب في طلب العلم كما رغبناكم، والاجتماع عليه والأخذ به، لأنه هو النور الذي لا هداية إلا به، وهذا الله يقول وقول ربي زدني. الرسول يطلب منه أن يطلب الزيادة، وأنت تأخذ دكتوراه تجلس في بيتك ما نزيد شيء، هذا الواقع ولا لا؟ نعم. خامسا وأخيرا التسلية بنسيان آدم وضعف قلبه أمام الإغراء الشيطاني. نعم. التسلية سلانا ربنا حتى نصب ونتحمل بأن الشيطان وإن فتن قبلنا أبان آدم عليه السلام، فلنستعيذ بالله ونصبر على طاعة الله.